بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. على مدار حلقاتنا اللي فاتت بدأنا نتكلم مع حضراتكم عن الحج، وفي كل حلقة كنا بناخد حضراتكم في رحلة روحانية جميلة بنتعرف فيها أكتر عن مناسك الحج وعن قصة بناء الكعبة، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أرسل جبريل لسيدنا إبراهيم عشان يدله على مكانها، وإزاي أن سيدنا إسماعيل كان بيساعد والده سيدنا إبراهيم في رفع قواعد البيت. وبعدين اتكلمنا عن شروط الحج اللي بتخلينا حجنا إن شاء الله مقبول عند ربنا سبحانه وتعالى، وحاولنا نتعرف مع حضراتكم كمان عن معنى كلمة من استطاع إليه سبيلا، وإن شاء الله بنكملها مع حضراتكم النهاردة ومع الداعي الإسلامي الشيخ محمد توفيق. أكيد بنرحب باتصالات حضراتكم وأسئلتكم، تقدروا كمان تبعتولنا SMS على رقم 912-3-5 في انتظار حضراتكم. ولكن